السيدات والسادة، أسعد الله صباحكم جميعا، وأهلا ومرحبا بكم في وزارة الثقافة، هذه المظلة الواسعة للفعل الثقافي التي تحاول من خلال مشاريعها المختلفة أن توفر بيئة مناسبة للإبداع وتقديم الأفضل وتجويد المنتج. حقيقة احنا حبينا نجتمع معكم اليوم بوجود أعضاء اللجنة التنفيذية أو التنظيمية لمشروع التفرغ الإبداعي، اللي بيهمني إني أعرف فيهم ابتداء. تبدأ من عندك ولا؟ لا لا، أستاذ محمد. يعني احنا حبينا أن يكون معنا قامات حقيقة من خارج الوزارة، أيضا مع زملائنا من داخل الوزارة. معنا الأستاذ محمد العباتي أبو الشريف، الفنان مش الأردني، العربي المعروف، واللي له بصمات على الدراما العربية، والصحيح أنه يعتبر نموذج فني كبير خلقا وأداء وحضورا. وإحنا يعني نقول لك الدراما في عصرها الذهبي، بس بوجودك دائما الدراما أي عمل تكون فيه فهو عمل له بصمة ذهبية خاصة. الأستاذ حسين نشوان، يعني صحفي وإعلامي وفنان وكاتب ونقابي أيضا، كونه هو رئيس رابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين، واللي هو من الناس اللي متابعين للهم الثقافي، خاصة أنه هو مدير الدائرة الثقافية في جريدة الرأي، وحاضر دائما الحقيقة معنا في وزارة الثقافة، ويعتبر أحد الشركاء الأساسيين في الوزارة، واللي حبينا يكون موجود معنا في هذا المشروع. طبعا الإضافة النوعية المميزة أن قدرنا أن نخترق بعض الطوابق البعيدة شوية عنا، واللي ما أخذ جنب شوية، فذهبنا بالاتجاه أستاذ أحمد حسن الزعبي، الصحفي المعروف واللي له حضور لافت على الساحة الثقافية، وكتاباته المشاكسة والقريبة من نبض الناس، وأيضا هو تورط بالفعل المسرحي وكتب مسرحية الآن فهمتكم، اللي معظمكم شاهدها وتأثر فيها، وحتى أن جلالة الملك والعائلة الهاشمية يعني تابعوا هذا العرض، وهو أيضا يمثل يعني من خلال قلمه نبض الشارع ونبض الناس المهمشين والفقراء. وحبينا يكون حاضر معنا في هذا المشروع، وأن نستفيد يعني من نوع ثاني من الأفكار والخبرة في هذا المجال، ومكسب يعني الحقيقة وجودك معنا. أيضا معنا الأستاذ علي الهناندة، طبعا دائما علي الهناندة يأخذ الزاوية لأنه هو بالأساس لعيب زاوية. أبو أمجد، أستاذ علي الهناندة هو مدير الرقابة المالية والإدارية، وهو أيضا يعني مثقف ومهتم بالشأن الثقافي ومتابع له من خلال عمله في الوزارة، وأيضا يعني يمكن لا، وبعدين ماجستير بكلية الدفاع، يعني شيء. فهو أيضا وجوده في اللجنة كان أيضا بوصلة قانونية ومالية وإدارية، بالإضافة أنه يعني هو مطلع على المشهد الثقافي من خلال عمله في وزارة الثقافة ومتابعته. أستاذ عماد مدانات، وهو فنان تشكيلي معروف ونحات، وأيضا هو كاتب بالقصة وكاتب في الرواية، وزميلنا في وزارة الثقافة كان يعني يشغل منصب مديرا للفراغ وحارسا للوهم، الآن هو الآن هو مشرف مشروع التفرغ الإبداعي، يعني هو يحمل هذا الملف إداريا واللي بيتابعه بكل تفاصيله. وزميلتنا سمية الشعار أيضا، مسيك بالخير، سكرتيرة اللجنة، واللي طبعا تتواصل معك دائما وراح تكون حاضرة في هذا العام. الحقيقة أنه أحب يعني أضيف معلومة جديدة، أنه تقرر أن يكون معالي الوزير رئيسا لهذه اللجنة، لإدراكا لأهمية مشروع التفرغ الإبداعي وأثره على الساحة الثقافية، سيكون يعني أو أصبح معالي الوزير رئيسا للجنة التنفيذية، لذلك سيكون حاضر معنا في المطبخ وشريكا في القرارات وبالفعل، وكان حتى احنا حبينا يكون موجود معنا في المؤتمر الصحفي، لكن لأسباب طارئة بناء على طلب من رئيس الوزراء في اجتماع
تعرفوا احنا الان في خضم الترتيبات لمؤتمر القمه، وفي لجان عمل يعني تعمل ليلا نهارا، فللاسف لم يتمكن ان يكون موجود، فهو ينقل لكم التحيات والتقدير ويشد على ايديكم ويقول انه يعني حاضر معكم، ان شاء الله راح يكون بمعيتكم هذا العمل يكون له صدى ايجابي. خلق نوع من ربما عدم الموضوعية، بمعنى أن يكون في اللجنة فيها شاعر واحد أو مختص بالشعر واحد، وهذا الشخص هو الذي سيبت غالبا بمشاريع الشعر، ومسرحي واحدة هو الذي سيدرس المشاريع المتعلقة بالمسرح ويصدر القرار فيها. فهذا رغم يعني أنها الشخصيات كلها كانت من الموضوعية بمكان، لكن كان المتضرر دائما يلجأ لمهاجمة المشروع، أنه يا أخي شخص واحد كيف أنه يقدر يميز أو يحكم بموضوعية أو يعني بهذا الاتجاه. لذلك احنا عالجنا هذا الموضوع بفصل اللجنة التنظيمية عن اللجان الفنية، حتى مش لجنة فنية واحدة، لجان فنية. اللجنة التنظيمية اللي احنا عرفناكم فيها اللي هي العقل المفكر لهذا المشروع واللي بتتابع أموره الإدارية، لكن سيكون هنالك في كل حقل من الحقول لجنة فنية خاصة، في الشعر سيكون له لجنة خاصة، المسرح سيكون له لجنة خاصة، الفن التشكيلي وهكذا. تتولى هذه اللجنة الفنية دراسة هذه المشاريع في كل حقل على حدة، دراسة تفصيلية تشمل أيضا مقابلة المتقدم للمشروع، يعني لا تكتفي فقط بالأوراق والمشاريع المقدمة حتى تتأكد من أنه جدية هذا المشروع، من استفهام عن بعض النقاط غير الواضحة بالمشروع، ربما تطلب من المتقدم إعادة صياغة بعض الأشياء أو تقديم معززات إضافية وهكذا، حتى تصل بالنهاية إلى اختيار الشخص الذي يستحق أن يحصل على منحة التفرغ الإبداعي، طبعا ضمن المتقدمين، لأنه مرت في سنوات يقول لك أنت بثقافة الطفل اخترت فلان، طب ليش ما اخترت فلان وهو أميز؟ النقطة الثانية والتعديل الجوهري الثاني أنه كانت المدة واحدة اللي هي مدة عام مقابل 15,000. هذه المدة كان في عندنا مشاكل باتجاهها، أنه كثير من المشاريع كانت لا تستغرق هذه المدة الطويلة، وبعض هذه المشاريع يعني عند لحظة الكتابة تم نقول اختزالها بطريقة يعني انه اشتغلها بشهرين وباقي السنة اخذها يعني للراحة وللاستفادة المادية من باقي المبلغ. وهذا ولد نوع من انه اصبح التفكير بالمبلغ المادي طاغي على التفكير بالناحية العلمية او الناحية الإبداعية بالمشروع. حتى نقلل من مساحة هذا الخلل، تم تقسيم التفرغ الإبداعي إلى ثلاث مراحل. المرحلة الأولى مدة 3 أشهر مقابل 3,500 دينار، المرحلة الثانية 6 أشهر مقابل 7,500 دينار، المرحلة الثالثة عام كامل مدة 15 سنة. بمعنى أنه مش كل مشروع راح يتم الموافقة عليه راح يأخذ عام، في بعض المشاريع ستأخذ 3 أشهر، في بعض المشاريع 6 أشهر، وبعض المشاريع عام كامل. طب من يقرر ذلك؟ اللجان الفنية المتخصصة في كل حقل هي التي ستقرر أن هذا المشروع يستحق 3 أشهر، وهذا المشروع يستحق 6 أشهر، وهذا المشروع يستحق سنة كاملة بناء على معايير فنية متخصصة. لذلك احنا سيتم اختيار اللجان الفنية بعناية شديدة من خبراء ومن ناس معروفين، قادر أن يعرف من خلال اطلاع على المشروع أن هذا المشروع لن يأخذ أكثر من 6 أشهر، وبالتالي هذا سيقلل من الاهتمام المالي باتجاه الإعلاء من قيمة الجانب الإبداعي. ضم للأنباء قمر الحقيقة.